يعظم الله. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللقاء في هذه الجمعة كما أسلفنا من قبل عن حكمة الحج، على اعتبار أن الحج بذاته مشعر حرام هو بذاته، وأن الله كتبه على الناس كافة بينما كتب الفرائض والأركان الأخرى على المؤمنين خاصة، صياما وصلاة وزكاة لا تكون إلا على المؤمنين، بينما فرض الحج على الناس، ولله على الناس حج البيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا يحج النصراني ولا يحج اليهودي، ولكن عليه أن يزور بيت ربه اقتضاء هذا أن يسلم لربه فيدخل البيت مسلما. إنما كما قلنا احنا الآن سنستعرض بإذن الله الأحكام، ونقول من الآن أننا نتلو هذا ونحن في حسرة، إنه إذا مر ما يزيد على 1000 عام وقد امتلأت كتب الفقه وما يستلزم من لوازم علوم الحج في المذاهب المختلفة في أحكام الحج، ولم يعنى أهل العلم العدول في النظر في حكمة الحج. كل أمر يختلف إذا أنت كنت تعلم حكمته. لاحظ، إذا أنا أرسلتك في أمر تعلم المراد منه كله فستجد نفسك تأتيه بوجه أتم وأحسن وأفضل مما لو أرسلتك وأنت لا تعلم. فلو إحنا ذهبنا إلى الحج من اليوم 8 التروية، ثم دخلنا عرفة، ثم الحج الأكبر، ثم التشريق، ثم رجعنا، طب شو اللي سويته؟ والله بقول لك حجينا. ما هو الحج؟ واضح؟ إذا كنا نؤمن أن الذي كتب الحج علينا هو الحكيم العليم، هذا يقتضي أن الأمر عظيم. كان واجب علينا أن ننتبه أصلا أن الحج والبيت، ولله على الناس حج البيت، يعني هذا المسجد الأقصى وهو المسجد الحرام، ولكن عندما أمر الله الناس بالحج إليه سمى حجا إلى بيت. واحد، ما قالش أننا نحج إلى المسجد الحرام، لو أنت حج إلى البيت، أنت لا تحج إلى المسجد ولو أنه مسجد، ولكن عندما ربط الله بين الحج ربط بينه وبين البيت، ها؟ فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. شوف، آمين البيت الحرام اللي هو الحج، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هلا إذا أنت لاحظ، هو لما كنا احنا رايحين كان مسجد، إنما إذا كنت حاجا بيصير بيت، فالعلاقة بين البيت والحج والحج والبيت. فكان الأصل أن نلتفت وننتبه لماذا كان الحج لبيت، وما هو فعل الحج، يعني الصلاة من الصلة شيء شيء، والصوم من الإمساك، الصوم إمساك، والزكاة من النماء والزيادة، والحج ما هو الحج. فأنت لما تصير تقف على هذه المعاني تستطيع أن تبني على معطيات مؤسسة واضحة. الحج ما هو الحج يا أخوان؟ ليه كان بيت؟ احنا بنحط الآن الأسئلة. ليه بدأنا من التروية ثم عرفة في 9 ثم الحج الأكبر في 10 ثم التشريق على 5 أيام يتم بهن الحج؟ العظيم أخوانا في الأمر قبل أن نبدأ، أن الذين حضروا معانا الدروس السابقة
انتبهوا، ولا بد لنا من مرور سريع حتى يتبين من يسمع من التسجيل أن الدين كله قائم على رب يطعم ويؤمن، هذا هو. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاي البيت، هاي البيت. ما علاقة الناس برب البيت؟ أنه أطعمهم من جوع، لاحظ، وآمنهم من خوف. فإذا أنت عقلت الطعام والأمانة والبيت والرب، صرت مؤهلا أن تعقل بعضا من أحكام الحج، واضح؟ إذا كنت لا تعقل ولم تلتفت ولم تنتبه إلى الطعام والأمان، ستأتي الحج وترجع ولم تنتبه، واضح أخواننا؟ ولم تنتبه. نقول، وهذه منها سنبدأ البداية، ولما نقولها راح تبدو صعبة يعني وغريبة، ولكن ليصبر السامع، اللي سبق وحج أو سيحج وهو لا يعلم علم الأنعام، يعني ما هو البقر وما هو النوق وما هو الغنم وما محلها في الدين، سيحج وقد أسقط فريضة الحج ولكن لم ينتفع بحكمة الحج. يعني لك أن تقول أن حجه ناقص، لاحظ، علما مش فريضة، هو ما كان عارف ليه الحج. من أين أتينا بها؟ ابتداء من صورة الحج. من الآن انتبه يا أخوان، هذا درستوا أنتوا في الحج، درستوا الحج، ولكن ما درس الناس أنه لا حج وأنت لا تعلم الأنعام. كذلك قال الله في صورة الحج، قال، انتبه، لذا أقوله أنه أنت إذا حجيت وأنت لا تعلم إيه يعني بقرة اللي يفتتح فيها الكتاب، وماذا تعني الناقة التي افتتحت بها الآيات إلى الناس إلى ثمود، وما تعني الغنم التي اشترط الله على كل نبي ألا يكون نبيا حتى يرعى الغنم. إذا أنت ما انتبهت محل هذا من الدين، سيكون الحج ناقصا، لا حكما ولكن علما ومنفعة وبينا. قال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني مشاة، وعلى كل ضامر يعني راكبين، يأتين من كل فج عميق. ستنتبه هنا قال عميق، وبعض بآيات قال البيت العتيق، هو مش شعر هذا، ولا فواصل مقفاة، من كل فج عميق، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى انت لازم يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اسمع، اللام هي للعلة، بقول لك الله تعالى حج ليه؟ ما قال لك عشان تصلي وتعظمني وتكبر. اسمع، قال اول شيء ليشهدوا منافع لهم. فاذا انت حججت لا منفعة ولا حاجة فيها لله اصلا، هي لمين الحاجة؟ الى، واضح؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، لاحظ، على انه خلقهم، على انه رب السماوات والارض، لا، ماذا قال؟ لاحظ، على ما رزقهم من بهيمة الانعام، ليذكروا اسم الله في ايام معلومات عليه، على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا. لما قلت لك اذا انت لا تنتبه الى الطعام والامان، الحج مش كامل. اول شيء انت واصل الحج تشكر الله على الانعام، البقر والابل والغنم وسائر النعمة، لاحظ، والثالث فكلوا منها واطعم، كل واطعم البائس الفقير، ثم انتبه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انما الركن الاول في الحج ماذا كان؟ العلة، وين؟ ايوه، لاحظ، لتذكر اسمه شكرا على
الانعام. فاذا انا وصلت الحج ومش عارف شو يعني انا ولا قلت له اشكرك على الانعام شو سويت؟ انا استدعيتك لتشكرني على الانعام. شو سويت؟ حتى لما جئت تذبح ها وكلت. ما هي ها الحج الاكبر هناك سناتي عليه. انتبه معظم الايات. واذكر اسم الله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. انتبه. واحلت لكم الانعام. احنا سورة الحج في ايات الحج. واحلت لكم الانعام اسمع الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان. انتبه. واجتنبوا قول الزور. فالله بيقول لك هاي الانعام انا اعطيتك انعام اوعى تشرك. طب ما علاقة الانعام بلا اله الا الله؟ انتبه. ما علاقة الانعام اسمع السؤال منيح بلا اله الا الله؟ اليس هذا كتاب لا اله الا الله بيه مفتوح بعد الفاتحة؟ فاذا انت فاهمش يعني انعام كيف تعرف ان لا اله الا الله؟ طيب انتبه. واحلت لكم الانعام اسمع الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. على ايه؟ على الانعام. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اسمع الآية. عظم الله. اسمع الآية. لما قلت لك ما علاقة لا إله إلا الله بالأنعام انتبه الآية. هذا الكلام للي حج او سيحج وهو لا يعلم الانعام. كمن لاحظ كمن وقف في الصلاة وتوجه تلقاء القبلة ولا يعرف ما القبلة وما البيت. هو وقوفه صحيح اتجاها ولكن لا يعرف لاحظ شطر المحل. ليه؟ ما هو البيت؟ ماشي انا واقف هون بس في قال والله لا اعرف. طب ما شو سوي؟ يعني النبي في صحيح البخاري قال من صلى صلاتنا انتبه لاحظ واستقبل قبلتنا. طب ما هو الصلاة قبلة لازم تحقق معنى القبلة لاحظ. فاذا انا صليت اتجاها صحيح ألا تعرف ما القبلة؟ فاذا انا حجيت حكما صحيح ولكن ألا تعرف ما الانعام؟ واضح؟ فما علاقة لا اله الا الله بالانعام؟ فانتبه ماذا سيقول الله. هذه في سورة الحج عظم الله. فقال ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ليه جعل المنسك؟ المنسك كل افعاله الصالحات على رأسها الانعام بدليل ان الله يسمي الانعام اذا ذبحت نسك ففدية من صيام او صدقة او شو النسك اللي هو ذبح الهدي. واضح اخواننا؟ والانعام. ولكل امة جعلنا منسكا. ليه 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 جعل الله المناسك؟ احنا ليه كنا نفهم منسك عشان نصلي وعشان نعبده مش ايه؟ له طلع هاي اللام لام العلة. ليه؟ يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. اسمع فالهكم اله واحد. لما قلنا ما علاقة لا اله الا الله بالانعام قال لك لكل امة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. فبالتالي بات واضحا ان الملة لا تتحقق وانت لا تعلم طعاما ولا انعاما. اسمع في سورة آل عمران ماذا قال الله؟ عظموا. قال كل الطعام اسمع كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. شوف الطعام والكتاب. في سورة المائدة قال بسم الله الرحمن الرحيم لو انهم اقاموا التوراة والانجيل لا اكلوا. فشوف الكتاب والطعام.
قال من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك انتبه فأولئك هم الظالمون. قل انتبه احنا نحكي عن الطعام شيخ عن الطعام. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. طب وين ملة إبراهيم؟ احنا نحكي عن الطعام. فلما قال يوسف في سورة يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه انتبه إلا نبأتكما بتأويله. ليه؟ ذلكما ما علمني ربي. ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالملة والطعام والملة والحج والدين علاقة لا تنفك. فمن لم يلتفت فقد ضيع من دينه خيرا كثيرا. واضح أخواننا إلى الآن؟ سورة المائدة أني سورة ايش اسمها؟ مائدة. شو يعني يا شيخ يا؟ شو يعني مائدة؟ لا انت فاهمين. والمائدة لمين كانت؟ للكلمة. مش هو كلمات الله كتبه. والكلمة عيسى ابن مريم مع المائدة. والطعام والكلمة. اسمع في سورة المائدة الآية الثالثة قال الله لاحظ لما ذكر البيت لا تحل شعائر الله ولا البيت الحرام ولا أمينة إذا أنصدوكم عن المسجد. شوف البيت والرب وراها بالضبط الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم. اسمع أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وين ثاني آية؟ بعدما لاحظ حدد علم الطعام لاحظ قال لك هاي الطعام اللي لك هذا ما تأكله اليوم أكملت لكم دينكم. متى كمل الدين وتمت النعمة بالإسلام؟ متى؟ وين؟ كان لما قال لك كل ما تأكل كل ما تأكل تم الدين. فاللي مش منتش يعني طعام لاحظ هذا اللي تفعله كالصلاة يوما يوما. أول ما فرضت الصلاة أول ما فرضت ها على النبي كم كانت في اليوم؟ أكم صلاة؟ أول ما فرضت مش في السماء. أول ما كان يصلي صلاتين عليه الصلاة والسلام ها نعم كانت الصلاة صلاتين صبح ومساء. بتعرف ايش هدول؟ هدول مواقيت الطعام بكرة وعشي. امتى بتاكل يا سيدي؟ صبح ومساء. لاحظ فهو اصلا لما قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا الصلاة والطعام. الصلاة لاحظ احنا نفعلها لله والطعام يفعله الله لنا. فبنقول له انت بالطعمة واحنا ايه بنصلي. واضح هذه على اعتبارنا هو رب البيت لا اله الا هو. واضح يا اخواننا من صلى صلاتنا اكل ذبيحتنا فذلك المسلم. هذا حديث صحيح. طب وين ذكر الله اكمال الدين وتمام النعمة؟ وين؟ لاحظ عند الطعام وراها بالضبط يسألونك ماذا احل لهم يعني اذا حرمت الميتة والدم هذول عشر محرمات. لاحظ ماذا احل لهم؟ فقال قل احل لكم الطيبات يعني شو حرم؟ خبائث. هذا كله خبيث كله مفتوح من الطعام. فبالتالي اخواننا تحقيقا وجب تقعيد مكانة الطعام في الدين وهذه طبعا احنا مررنا عليها. انما علم الانعام كما ذكرنا لكم الان ستجد ان البيت كله آية ليعلم ان الله رب الناس لاحظ اله الناس ملك الناس. سمعت الثلاثة الرب الملك الاله. يعني النبي لما كان في حجه كان يكثر من دعاء شو؟ لبيك اللهم لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ فهو جاي على اعتبار انه هو رب الناس وهو اله الناس وهو مالك الناس. في سورة الزمر انتبه الرب الملك الاله وين ذكرها؟ الرب الملك الاله في سورة الزمر قال خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجة وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اسمع، ذلكم الله أي الإله ربكم أي الرب له الملك أي الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنت لا تتمم الرب الملك الإله علما حتى تعلم مكانة الأنعام عندك. واضح؟ الآن احنا كنا نعرف الأنعام، احنا الأنعام هذا حكي فاضي. زمان حتى الآن الأنعام والله يعني حتى مساكين أهل يعني الفلاحة والزراعة والرعاية بطلوا ينتموا لهذه الأمور. هلا بدك تاكل افتح الثلاجة وجيب مبكة ومجفة. لاحظ، بدك تشرب تفتح الحنفية وبتشرب. فبالتالي ما عدت تذكر أن الله يمطر الماء وينبت النبات ويطعم الأنعام والناس، فراحت الآية الكبرى. واضح اخواننا؟ فبالتالي احنا ذكرنا هذا الكلام فيه، انما لا حجة وانت لا تعلم انعاما ولا طعاما. لا حج، حجك صحيح حكما وفرضا صحيح، انما شو سويت؟ شو سويت؟ اذا انا داعيك تشكرني على الانعام، جيت وكلته في الانعام، ذبح لك وروح، شو سويت بالله؟ لاحظت؟ هو صحيح التوكيد، بس ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وكل ولا ذبح بنفسه؟ صح. خلينا ندخل، عظم الله. الحج اولا، فعل الحج هو القصد، حجها قصدها، هذه واحدة من المعاني. الثانية الحج الصبر. ايه يعني بيكون الصبر؟ يعني الجرح المصبور اللي هو الغائر يعني اللي ترى فيه الاصول. يقال في العربية حجيج لمن شج رأسه فاختلط الدم بالدماغ والعظام، فاذا جئت تفصلها هذا حج. لاحظ، فانت تصبرها وتفصلها. ويقال للمسمار حج. ايش المسمار؟ اللي انت يعني تعرف وتقيس فيه وترى فيه وتحدد فيه. لاحظ، فانت كأنك تصبر دينك قياسا وتعرفة في الحج. انت لما تحج كأنك تستكشف وتعرف دينك عند البيت بعدما قصدت عن علم. هذه واحدة. الثالثة الحج والحجة من جذر واحد، الحجة. هل الحج من البيت هناك؟ اول واحد ابراهيم عليه الصلاة والسلام، بناه ادم، ولكن تخذ من مقام ابراهيم مصلى عليه الصلاة والسلام. افريا شيخ ساعة هذا. واضح اخواننا؟ فابراهيم نفسه ماذا قال الله؟ وتلك حجتنا، حجتنا اتيناها ابراهيم. فالحجة لاحظ والحج واحد. الله بالحج، لاحظ، بالحج يحاجج ان لا اله الا هو، ويعلم حجة ان لا اله الا هو، ويعلم حجة انه يعلم ما في السماوات وما في الارض. في سورة المائدة، اسمع، ما هو الحج والمائدة والأنعام واحد. في سورة المائدة قال الله، اسمع، جعل الله الكعبة البيت الحرام، في التفصيل، كعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس القراتين يعني تقوم بهم مصالحهم دنيا وآخرة. لاحظ، والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام والهدية اللي تذبحها والقلائد. سألوني في آخر الدرس ما القلائد؟ والقلائد ذلك. ليه جعل الله الكعبة البيت الحرام ليه؟ عشان الحج ونصلي ونصوم، مش هيك؟ لا، ذلك لي لاحظ، تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فهو بقول لك إذا أنا عملت حتى تعلم أنني أعلم، فجئت فلم تعلم أني أعلم، فماذا عملت وماذا علم؟ شو سويت؟ تحركت يعني؟ شو سويت؟ رحت قطعت يعني تذكرة وختمت جواز السفر ورجعت، وقالوا لك الحج أبو فلان، إيه؟ شو سويت؟ طيب، فاعرفنا ما معنى الحج. هل النبي قال الحج إيه؟ عرفة. الحج سنأتي عليها، ركز. الحج عرف، وعرفة الحج. هلا
كيف يبدأ الحج؟ احنا نخرج لاحظ ويبدأ الحج من انو يوم؟ من انو يوم؟ ثامن وعرفة التاسع من اليوم الثامن. ايش بتسجل عندك انو يوم؟ ثامن. هذا ايش يشبه الرقم؟ ازواج الانعام 8 ازواج وانزل لكم من الانعام. فوين بدأ احنا وين الحين؟ لاحظ في الثامن. فالله انت فكرك لا اله الا الله ليه حط الثامن؟ 9 10 11 12 شوفي ليه بدأ من الثامن؟ واضح. انتبه سيدي. هلا احنا اول شيء نفعله احنا اهل الشام لنا ميقات. شيك؟ ميقات مواقيت الاحرام. هلا لعلمك الميقات في العربية من الوقت. شيك؟ بينما في الحج الميقات مكان ليس زمان. يعني ميقات الفجر قبل طلوع الشمس. وميقات الظهر ما تعرفه. طيب يا سيدي. فجئنا نحرم، نحرم ابو خليل ابو حسن لو سبقنا للحج ميقاته يوم راح وميقاتي لما اروح. طب شو الميقات المفتوح؟ ولكن متفق على الجميع مكانا مختلف زمانا. الحج اشهر المعلومات. لو انا طلعت من شوال احرم في المكان الفلاني وانتظر الحج، انما ميقاتي مكان. اهل الشام الجحفة، اهل المدينة ذو الحليفة، هكذا. طيب ما هو الاحرام يا شيخ؟ هو الفعل احرمة. شو يعني احرمة؟ يعني دخل في الحرمة. لاحظ. فانا احرم من مكان، ليه من مكان يا شيخ؟ هذا المكان بعيد عن البيت. شيخ؟ ولله المثل الاعلى، بيت من هذا؟ بيت الملك الرب. ولله المثل الاعلى، اذا جئت تدخل على ملك انت. بتلاحظ انه قبل مسافة ما تبدأ تتهيأ وجوبا. شيء؟ انت يعني ما في حدا بدخل على ملك كلها بضله يعني يتحرك زي ما هو بعدين بسلم عليه. هو من قبل بتلاقي بدأ يتصنج هيك وبدأ يمشي منيح. بتلاحظ؟ بتلاحظ الشيء؟ وهو واللي جالس قد يكون كسيحا او مشلولة. وهو ملك. فما بالك بالملك الاعلى لا اله الا هو. فالاحرام قبل ما توصل الباب كأن الله بيقول لك من غير. ابدأ التزم. انتبه. هلا فعل الاحرام ثوبا كيف يبين؟ بثوب. ليه انت لاحظ انا كيف افعله؟ يعني اول ما يظهر الاحرام بحدده ايه؟ بثوب. احنا قلنا الطعام، والله يربط الدين طعاما وكساء. في الحديث الصحيح كلكم جائع الا من اطعمته، كلكم عار الا من كسوت. فابدأ الاحرام من هناك. تعال البس. كيف تلبس؟ اسمع، الاحرام في عندنا والثوب الابيض من غير المخيط، واحد نضع طرفه تحت المناكب المنكب اليمين ونجعل العاتق الايمن واليد اليمنى مكشوفة. هذا يسمى الاطباع. طب انت كشفت ايه؟ اليمين. ليه ما كشفتش الشمال؟ بقول لك ما هي ابرك. طب ليش حطيت الشمال للكعبة ولفت ابرك؟ كمل على ابرك. ها؟ ليه كشفت اليمين يا شيخ؟ من هلا لازم نحكي. انت شيخ كل اللي صار الانعام والنعمة لما كان يطوف عليه الصلاة والسلام كان يقول له للرب ان الحمد لك والنعمة. وليه؟ الحمد غير الشكر اخوانا. الحمد انا اقول لله كل شيء لك. انا غير عن الشكر. الحمد ان اقول له كل شيء لك. لاحظ. فليعبدوا رب هذه البلدة، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. فانت لما تزورها على اعتبار هي الحرام لمن له كل شيء. واضح؟ وانا ما اجل كله ان النعمة منك. جميل؟ في الدروس لما شرحنا ان موسى نزع يده بيضاء وقلنا هي بياض حديث محمد عليه الصلاة والسلام عن الارض البيضاء التي لما قال سمي الخضر الخضر، ها؟ لانه جلس على فروة بيضاء اي على ارض جرداء ميتة، فاذا هي تهتز من تحته خضراء. فالخضار لون الحياة والبياض عن الموت، فكانت ارض مجردة. فلما موسى نزع يده لاحظ
كانت مجردة لا حياة فيها، يعلم فرعون ألا ملك لك بعد اليوم. من أجل ذلك قال فرعون يريد أن يخرجكم، كيف أخرج موسى يده؟ يريد أن يخرجكم. ليه؟ لأن اليد هي الملك والنعمة والقدرة، صحيح؟ وليد بالذات اليمين. لما قال الله لموسى في طه ما تلك بشمالك يا موسى، هو يريد ماذا يقول؟ يعلم ما يقول، لا إله إلا بيمينك. الله يطوي السماوات به، والسماوات مطويات بيمينه، لا إله إلا هو. لا أخذنا من إبراهيم لما راغ على الأصنام ضربا به باليمين، ليه؟ اللي هي معاني القوة. فهذه فيها النعمة، لاحظ اليد هي من معاني النعمة والقدرة والملك. فأنا لما آتي إلى الله، لاحظ كشف له إياه، شو بدي أقول له؟ أنا ما إليش، هاي كله إليه، هاي نعم، لاحظ. فأنا بعطيه هذه النعمة والملك، لاحظ كشف له إياها، إنه أنا أصلا جئت طالبا راجيا مستجديا، لاحظ. أنا عاري، أنا حقيقة عاري، أنا ما في عليه. وستجد أن الشيطان هذه عادة له أن يأتي إلى الحق فيحرفه. فكانت العرب يطوفون قبل بعثة النبي بالبيت عرايا، إلها معنى هاي، فهو كان لها أصل تعرية اليمين، فهو عراهم كله، قال له متعري متعري واقف عليه كم. لاحظ، هذا هو الشيطان أعاذنا الله. فأنت أحرمت، الآن رحنا إلى وين؟ منى، مش هيك؟ منى هو الاسماء عظيمة. منى من ايش اصل المدن؟ المدن عشان ما تخدش، يعني انه مش مخيط، يعني ما هو هذا اللي هو الاصل. تخيط واضح انه فيها زخرف، اول ما دخلت عليها واضح انه فيها زخرف ابيض، لسه مش ملون ولا شيء ولا هذا ولا شيء. هذا الاول الكساء، على اولها منى. ايش اسم المبيت وين؟ منى. والمنن من المن اصلا، والمن شو هو؟ شيء طيب. بدينا احنا، فبدأت من وين؟ ايوه، بدأنا من الاستجداء ان يمن الله علينا. هذا اليوم الثامن وما ادرك. هذا اليوم شو بسموه؟ يوم ايه اللي حاج؟ ايوه، شو التروية؟ الماء. هلا قلنا انه الدين كله على ان الطعام والانعام، والطعام والانعام، الحرث والانعام على ايش؟ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا، هاي الحرث، تاكل منه انعامكم، انعامهم وانفسهم، افلا يبصرون. عرش الله وين؟ على الماء. قبل ان يبني ابراهيم البيت كان في زمزم الماء، اول الماء ثم البيت، واضح؟ فاول ايام الحج التروية على ايه؟ فالتروية العب من الماء، لاحظ مش الشرب، التروية اشرب، لاحظ، يعني الفعل اكثر من مجرد الشرب. فانت اول ما بدأت في اصول الدين اللي هو فعل الماء تروية، لاحظ. طيب واضح اخوان؟ متنا في منى. اجى اليوم الثاني عرفة، وهذه الخطيرة. الحج ايه؟ عرف. شو يعني عرفة يا سيدي؟ احنا بدينا هلا اخذنا الماء، هلا الله بده يقول لك انت جيتني فاهم الماء، اوعى تدخل لي على عرفة وانت لا تعرف الماء. الماء انت يا شيخ، انت من ايش؟ حديث النبي الصحيح، كل شيء خلق من ماء. اصل عرش الله على الماء، لا اله الا هو، واضح اخواننا؟ طيب، فاذا انت عارف شو الماء، احنا كنا نذكركم فيها، والشيطان يضحك الناس منها، ولكن كبه هي حقيقة، زي ما قال الله في سورة الزخرف، فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون. اسمع، هلا ما من نبي الا رعى، فهو الفعل الغنم والمرعى، والرب الاعلى مش فرعون، الرب الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، ثم الذي اخرج المرعى. ان هذا لفي الصحف الاولى، مين؟ ابراهيم وموسى. اسمع، واضح اخواننا؟ هي عندنا المرعى ماء ونباتا وسيادة، لأجل ذلك كانت الآية الكبرى عصا مع راعي، لأن الرب الأعلى الذي أخرج المرعى. طيب، هلا ما من نبي إلا رعى الغنم ولا البقر ولا الإبل؟ الغنم شرطا، لاحظ. هلا وقلنا أصل كلمة السر يا أخواننا في الكون كله الماء، هو هذه
لابد أن نعاجل على هذا الحديث الصحيح. يؤتى بجهنم يوم القيامة تعرض كأنها سراب. يعني سراب فكرها ما يحسبه الظمآن ما. فيؤتى باليهود ما كنتم تعبدون، اسمع، يقال له ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما كان لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ اسمع، قالوا نريد أن تسقينا، قال اشربوا من السراب، فيتساقطون في جهنم. ثم يؤتى النصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عيسى ابن الله، فيقال كذبتم، ما كان لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. واضح، شفت الماء يا سيدي؟ فهو هذا كل الأمر. شو هي الجنة؟ إن المتقين في جنات. انت افتح سورة الإنسان، سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان؟ لاحظ، إن الأبرار ما لهم، شوف سورة الإنسان، إن الأبرار ما لهم يشربون، وقف، إن الأبرار يشربون، هي، وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم. فهو بيه يملك الله كون والملكون بالماء؟ إن الأبرار يشربون عينا يفجرونها، وسقاهم، ويطاف عليهم بآنية. فكل سورة الإنسان انتبه له، عين كانت يسقيهم ويشربهم، لا إله إلا هو. فالغنم اللي اشترط الله فيها علم المرعى، لاحظ علم المرعى، ماذا تقول البقرة؟ أخوانا صوت البقرة إيش؟ هو تعرفونه كيف تخور البقرة، تفهم لما تخور؟ لما الـ 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 الإبل ترغو رغاء، تفهم لما ترغو؟ طب الغنم ماذا تقول؟ ماء. ماذا؟ ماء بالهمزة. أخوانا اسمع اسمع منيح، حتى بتلاوة بأحكام التجويد تقرأ ماء بطول، يعني أكثر مني هيك، واضح اخواننا؟ هلا هي بتبين انه ايش قال، يعني ناسي، ما من نبي الا راعى الغنم، وانه الله قال نسوق الماء فتاكل انعامهم ماء، فشو قالت الغنم؟ لاحظ، ماء، مين اللي بينزل الماء؟ اين الماء؟ عند البيت، واضح اخواننا؟ هلا احنا بدأنا التروية والماء، هذا اليوم الثامن، ذهبنا الى عرف، اسمع، ايه عرف يا سيد الشيخ؟ يعني احنا للاسف نسمع دروس في الحج، دروس كيف تلبس وين تخيطها، اوعى اوعى تحط ريحه، اوعى تفش في راسك، ما بصيرش هذا الحكي. بعدين من حج، طيب ماشي، شو عرفه؟ وين كان عرفه؟ انه يوم السابع ولا التاسع ولا العاشر ولا التاسع هيك ولا حكمه؟ اسمع، عظم الله، الحج عرفه، الحج عرف، فلا حج بغير عرف. فانت لا تعرف عرفة، مين قال لك انك حجيت؟ كيف هتفعل؟ الصلاة القبلة، فاذا انت لا تعرف قبلة ولا تتوجه الى قبلة، مين قال لك انك صليت؟ شيك؟ طيب، الحج عرفة، عرفة واضحة، من عرفة تعرفة، هذه ليس لها الا محمد عليه الصلاة والسلام، هو اللي اولها. في حديث صحيح قال ان الله اخذ الميثاق من ادم وبني بنعمان يوم عرفة، بحث بنعمان يوم عرفة. في حديث يروى عن ابن عباس نفس الطريق انه بنعمان، شوف، يعني عرفة، بنعمان يعني عرفة، هذه الرواية ضعيفة، الرواية الصحيحة بنعمان يوم عرفة، مش يعني عرفة. فبصير عندك مكان وزمان، يوم عرفة يوم عرفة، والمكان نعمان. جميل، عظم الله. اولا سلهم اين نعمان، بيقول لك هذا وانت طالع من مكة على اليمين، بعد ما تطلع من مكة في جبل على اليمين اسمه نعمان. طب ان كان كذا، يعني هو قديش بين نعمان وبين عرف؟ ان ولابد هاي نعمان، طب ما نوقف على نعمان، مش اخذ الله الميقات بنعمان يوم عرفة؟ من روح يوم عرفة نعمان، ليش نوقف على هذا؟ ليش على هذا الجبل نوقف على هذا؟ مش هو هون صار؟ واضح اخواننا؟ وكم بينهما؟ لاحظ الامر اعظم، ان الله، شوف ما اجمل كلام النبي، وانه احنا لا نتدبر، بنعمان يوم عرف. فالميثاق على ايه كان الميثاق؟ ان لا اله الا الله. جميل، ومسح على ظهر ادم واخرجنا كل احنا الحضور، وبني ادم جميعا كنا حضورا. قال الست بربكم، لاحظ ما قال انا ربكم، هو ما اعلمنا، هو قررنا تقريرا، الست بربكم؟ قلنا بلى.
واضح؟ هذا هو الميثاق. وين كان؟ بنعمان يوم عرفة. اسمع، نعمان عرفة وعرفة نعمان، فنحن عرفنا الله، لاحظ، بالنعمة. فالتعرفة بيننا وبين الله النعمة. مش احنا بدأنا الحج على الانعام والنعمة، واول ما بديت له كشفت انه انا ما في شيء مني، كله الك. لاحظ، فنحن نعرف الله بايش يا سيدي؟ يعني التعرفة انه ربنا. لاحظ، ما قالش الست بالهكم ربكم. شو يعني الرب؟ الرب اللي هو يطعم ويؤمن وينعم، لا اله الا هو. فكيف تعرفه؟ يعني انت ربنا بماذا؟ بالنعمة. فلاحظ في سورة النحل اللي من اسمائها سورة النعم، سورة النحل من اسمائها سورة النعم، قال الله، شوف اسمع، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. شوف، يعرفون النعمة ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. فنحن نعرف الله بالنعمة. فلما اخذ الميثاق الا اله الا هو، الا هو، وين كانت؟ بنعمان النعمة وعرفة. واضح اخواننا؟ فعرفت يوم عرفة، يوم عرفنا الله بنعمته علينا. وذرني والمكذبين اولي النعمة. كيف بتكذب وانا انعمت علي؟ انا مش بطعميه، مش بكونوا في العيب؟ بعض الايد اللي بالطعميه بصير. وهذا كأن الله بده يقولنا يعني انعمت وتكفروا. واضح اخواننا؟ بنعمان يوم عرفة. طب عرفة، حديث النبي الصحيح في يوم عرفة قال: ألا إن الزمان قد استدار على هياته، يعني رجل، يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض. فيوم عرفة رجع الزمان تماما كما كان. في التاسع من ذي الحجة أو الحجة. واضح أخواننا؟ شو صار في التاسع من ذي الحجة؟ شهدنا لله أنه ربنا. ففي هذا اليوم عرفة انت لازم تستذكر، واحد، ماذا جرى في عرفة. شو صار في عرفة؟ قلنا لله انت ربنا. على ماذا؟ على النعمة. طب هذا موافاة الميقات لو الزمان. طب وين نعمان المكان؟ انتم اقرب الناس الي. اذا بتتولوا الى المشرق شايفين الطوب، هذا هو نعمان. شايفينه نعمان؟ فجمع الله فيه البيتين، البيت الحرام والبيت المقدس. فاذا كنت بمكة، لاحظ، تجمع الميقات، ثم يجمع الميقات المكان بنعمة. لاحظ وين؟ قال في سورة التين، شوف، والتين والزيتون، لاحظ، وطول سينين وهذا البلد الامين. طبعا سينين من سينا يا اخوانا، اوعى ديروا بالكم، ولا حتى علماء المسلمين متفقين انه سينا هي اللي هذول اطلاقا، اخوان، في خلاف، يعني هذا ليس من ثوابت الدين اطلاقا. بالعكس، الميثاق بنعمان الطور. اسمع شو بدي اقول، الميثاق كان بنعمان الطور. وين الدليل؟ في سورة النساء قال الله، اسمع، عن بني اسرائيل: واذ رفعنا فوقكم الطور، شوف، بميثاقكم. شوف الطور والميثاق، الطور والميثاق. روح لسورة الاعراف آية 171، قال الله، اسمع، واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. انو جبل؟ الطور، اتفقنا بصريح الآية. اسمع، واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فآية الميثاق اللي في الأعراف جاءت مباشرة بعد ميثاق الطور. فنعمان الطور، واضح؟ هذه الأرض المقدسة، أرض ليه؟ المسمية المباركة والنعمة، ما هي معروفة؟ واضح اخوانا؟ البيت الحرام بواد غير زرع. طب وين النعمة؟ النعمة بهذا البيت. هذاك البيت الامن، هذا بيت الايه؟ الطعام لا امان فيه. عمركم شفتوا فيه امان؟
حتى اذا امن فنزلت به الخلافة فقد اقتربت الساعة، لانه انتهى خلص، انتهى، تحولت السنة. واضح؟ نعمان هذا الطور، ادير بالك، اوعى تظن انني اخالف متفقا. الطور الذي في سيناء ليس اتفاقا بين احد، هذا قول شائع ليس الا ما قاله نبي الله عليه الصلاة والسلام ولا ثبت عنه بصحيح. كثير من الناظرين والدارسين وعلماء المسلمين يعلمون ان هذه ما لها علاقة بالسين. وقول الله في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء، السين في العربية بدليل، والتين والزيتون وطور سيناء ولا طور سيني؟ سيني. فلو كانت سيناء سيناء، فالسين بالعربية الجبل المشجر المثمر. ايوه سين، جبل الزيتون وما ادراك. واضح اخواننا؟ فيجتمع البيتين. فالله لا اله الا هو، هذه ارض المحشر والمنشر، كما بدأكم تعودون لما اخذ علينا الميثاق، كان في التاسع من ذي الحجة عند هذا الجبل. واضح اخواننا؟ لا تستغرب انه اليهود تاركين سينا بعيد عنا وبيشتروا على الطور القبر $50,000. فلو كانت سينا هي وما ادراك عندهم ما تركوها، بالعكس من لما راحوا عليها فتحوا فيها بيوت دعارة وتلات. واضح اخواننا؟ فتردش، ما كان لها علاقة بنعمان يوم عرفة. واضح؟ ما يروى انه سمي عرفة لانه ادم وحواء تعارفوا فيه، هذا حكي افضل من الفاضي، ولا ينبغي ان يتابع ولا ينبغي ان يكتب. والاصل انه علماء المسلمين يشدوا على حالهم شوية ويمحوا بلا حكي فاضي. بنعمان يوم عرفة. اسمع، ماذا نفعل في عرفة؟ يعني اذا الطواف نطوف والسعي نسعى، بعرفة ماذا نفعل؟ شو سموه؟ وقوف عرفة. شو سموها؟ وقفة. فماذا نفعل في عرفة؟ نقف ولا نطوف ولا ايه؟ نقف. طب ليه؟ لاحظ، طواف البيت والسعي في بين الصفا والمروة، انما عرفة وقفة. ليه وقف؟ مش احنا لما اخذ الله منا الميثاق شو كنا نسوي؟ كنا نطوف ولا كنا نسعى؟ ايوه. فانت لما بدك تاخذ ميثاق من رجل بيكون يلعب رايح جاي بتحرى ولا توقف؟ فقال في الصافات قفوهم انهم مسؤولون. انا حتى ابدا اتواجه معك والحديث الصحيح، وكلمهم قبله، ان الله اخذ الميثاق بنعمان من بني ادم وكلمهم. طيب شو بيكون الاصل في وضعهم؟ والوقوف لا يعني ان تكون واقفا، هذا قيام، هي قيام، انما الوقوف عكس الحركة. لاحظ؟ طبعا يعني انت لما بدك تركز مع واحد تقول له بس اسمع اسمع، يعني وقف وقف احكي معك، وقف بدي احكي معك، فهمت شيء؟ انما هو متحرك ما بتكون الحركة، يعني لا الميثاق ولا الكلام مكينا ولا ركيزا، ولا لا اخواننا؟ انما لما بدك تاخذ شغلة نحدد موقف كله وقف. هلا شو بسموه المسجون؟ موقوف، على اعتبار بدنا نقضي لسه لم يقضى، فنوقفه لنقضي، مش هيك؟ فالله اوقفنا ليقضى الا اله الا هو. ففي عرفة شو بصير؟ الوقوف، على اعتبار ما وقفنا من قبل في التاسع من ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والارض قال الست بربكم؟ شو قلت؟ مش انت كنت شيخ؟ نعم. انت كنت شيخ؟ نعم. صح؟ نعم. قلت خش الله صدق الله يا شيخ، اوعى كذب عينيك وذينك. مش قال محمد عليه الصلاة والسلام؟ انت كنا، ولكن تتذكر شيخ انت لما كان عمرك سنة كنت تحب تنام على اليمين وعلى الشمال؟ تعرف، ولكن امك تعلم. صحيح؟ نعم. ولو اتتك بصورة لكانت ابلغ، والله يعلم هذا كله لا اله الا. فماذا يجري في عرفة؟ ليه سمي عرفة هذا اليوم؟ فإذا حججت يا شيخ وقفت أنت في عرفة وأنت تعلم أنه هذا اليوم كنت فيه، في مثل هذا اليوم بالضبط، قال الله لنا قبلا ألست بربكم وأنا كنت؟ بلى. فإذا أنت أمضيت عرفة وأنت تستذكر هذا تفرق معك. في ناس بيلعبوا شد على عرفة، اسألوا أخوان، في بيلعبوا، لاحظ وين الوقوف؟ اين الوقوف؟ فهذا هذا حج، هذا حج
لاحظ واضح اخواننا. هو لما قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الاعتبار هذا الشيخ ده اشير لي انه في منهم من يرجل، باحترامي انا ارى الارجلة والتدخين والتحشيش سواء، ما في مشكلة. هذا سحب ودخن، شو تجميل؟ قال لك الفرق يعني شو؟ يعني نفخ في عينينا دوخ البلد، شو الفرق يعني؟ بس في اثنين اللي اقوله انه ليس بالضرورة انه انا كنت لابس هذا الثوب وهذه الساعة واقف وهكذا، مش بالضرورة، لانه انت يا شيخ ليس ثوبك ولا يدك، لاحظ انت انت، يعني في انسان مشلول لا يتحرك منه شيء ويعرف انه هو، لاحظ؟ ففي لك طير يعرفه الله، ففي علاقة بينك وما لهاش في الرأس ولا في الشكل اطلاقا، انا انا، لاحظ؟ يعني في انسان قد يشوه ويغيروه يعملوا له عملية تجميل يختلف كليا، ولكن هو جالس يعرف انه هو، بلاش. فهذا القالب والجسد الذي نحن فيه مش هذا هو العلة. العلة لما قال الله احنا كنا، هذا هو صح، هذه عرفة. طيب بعد عرفة شو بصير؟ هي عندنا التروية، اخذنا الماء اصل النعمة، وقلنا لله انه هذا اليوم الذي شهدنا ان لا اله الا انت. طيب هل سنذهب ليش ليوم الحج الاكبر؟ عظم الله. هذا انه يوم كان عرفة؟ تاسع. تاسع، عظم الله. الحج في القرآن مذكور بأل التعريف، الحج أل التعريف يعني عرفة، عرفة يعني التعريف. الحج بأل التعريف في القرآن 9 مرات. كم مرة؟ 9 مرات. أديه؟ 9 مرات. بدون أل التعريف يعني بمجموع كل أفعال الحج، يعني أجعلتم سقاية الحج، هاي مكسورة واحدة على الحج، المجموع كله 12. قد ايه؟ طيب الحج وين بيكون؟ 19، مش عرفة 19. فهو عرفة اليوم التاسع، بينما الشهر 12 رأس الشهور كلها على في اخرها، لاحظ 12 شهر، ان عد عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يوم خلق السماوات والارض. فلاحظ، فالحج بقل التعريف 9. انتبه، قلت لك الحج قائم على الانعام، علم الانعام، علم الحج قائم على ايه؟ علم الانعام. من الان سأتي انا سريع انه احنا نطوف 7 ونسعى 7 ونرمي اول الرمي 7. ليه 7 7 7؟ من الان ده كله 7 يا شيخ، حتى نعرف الان ده كله وراه. 7 هو وحدة الكثير، لما الله بده يقول كثير ويبني عليه تبني على 7. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة هذا مضاعف 7. قال في مثل كمثل حب سنبلة انبتت 7 سنابل، شوف في كل سنبلة، شوف المضاعفات، يضاعف الله الحسنة الى 700 ضعف. 700 ضعف يعني وحدة الكثير 7 ثم كاثر، فالكثير 7. فلما يقول لك الله 7 يعني ايه؟ كثير، انت عملت كثير. واضح اخواننا؟ ايوه. هلا الحج في قال التعريف 9 مرات، والحج عرف اليوم التاسع. الحج بقال التعريف 7 مرات ذكرت في البقرة. شفتوا ايه؟ 7 وين مذكورات؟ اول 7 في البقرة. ف7 من 9، شوف وين موجودين؟ في البقرة. فالذي لا يعرف الانعام كيف بتحج يا شيخ؟ واضح اخواننا؟ 2، لان حج لوين احنا؟ قلنا العلاقة الحج والبيت. بيت الله في القرآن 15 مرة، بيت الله كم مرة؟ 15. اول واحدة في البقرة، اخر واحدة في سورة قريش، تمام؟ طيب اول واحدة في البقرة، 15 في قريش، وين 9؟ سورة الحج احسن. البيت للمرة 9 مذكور في سورة الحج، واضح يا اخواننا؟ طيب هلا احنا بدنا ننتقل الى يوم الحج. 7 رجمات ليش؟ ما هو جايك اللي هو الكثير. يوم الحج الاكبر اسمه. شو بصير في يوم الحج الاكبر؟ يوم النحر. شوف الحج الاكبر شو؟ طب اللي مش فاهم شو النحر ولا انعام، كيف بتقول لي حج اكبر؟ شو سويت يعني حج اكبر؟ شفت ما اختارها يا شيخ؟ الحج الاكبر شو كان؟
أيوة في الدم. واضح أخوانا؟ يعني النبي كان يقول في الحج لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، أكثر كلامه لا إله إلا الله، فأحسن القول كان لا إله إلا الله في الحج. أحسن العمل في يوم الحج الأكبر إيه؟ إهراق الدم. فشوف، فلا إله إلا الله والدم ودم الأنعام واحد. فإذا أنت لا تعرف الأنعام كيف تعرف أن لا إله إلا الله وأنه هو ربك؟ فإذا هو اللي أطعمك وملكك الأنعام لتعرف أنه رب النعمة وملكها، بعدين تعبدني. إنما إذا أنت لا تعرف مش عارف ماذا نقول. واضح أخواننا؟ فعندنا أن في الحديث الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، وفي رواية عن النبي وذبح ذبيحتنا، فذلك المسلم فلا تغفر الله في ذمته. هي عندنا يوم الحج الأكبر اللي هو يومه النحر، وقلت لك اللي مش فاهم شو الأنعام، ما احنا رحنا للحج عشان كله لنذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. يتحقق هذا فعلا، لاحظ انه بدي يقول يا الله انه هذا ملكك لك. كيف؟ الى لدرجة انك تذبحها. انت هل تذبح الا ما تملك؟ لما عاب الله على فرعون قال يذبح ابناءهم، هو لما فرعون كان يذبح ابناءهم شو بدي يقول؟ لو يملكهم ملكا. فلاحظ فعل الذبح علامة على تمام الملك. فعل الذبح على تمام الملك. لاحظ النبي لما ضحى بالكبشين الاملحين الاقرنين، لاحظ اضجع الكبش ووطأ عنقه النبي عليه الصلاة والسلام صفاحه، ما حط قدمه على وجهه. شوف ما اخطر على النبي، قلنا قديش رحمته ولينه ورأفته، مع ذلك ان يطأ عنقه صعب. والله انا جيت اعملها، يعني انا علمت قبل ان اعلم، الان بطأ وبطأ ابو ابوه كمان، يعني تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. انما لما علمت انه وطأ انا غلبتني نفسي انه يعني حرام، حرام تطأ. هو انت تكون يعني ارحم من محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الدين لما لاحظ وطأ صفاحه، تعرف هذا المعنى؟ هو النبي الان يحقق معنى الملك. فلما يطأ لاحظ مش بيقولوا داعس عرقبته بعيد عنك، مش بيقولوا داعس عرقبته، شو قصده؟ كسر الحكم كلمة ايه؟ الرقبة. فهو لما يعني يطأ هذا الصفاح كله عملية الملك. فالنبي كأنه يقول لله اسمع اعلم انك ملكتني، اسمع وانا عندك كما الانعام عندي، تملكني الى اخر نفس ولا لا؟ شو يملك روحك؟ تأخذ ما تشاء، ممنوع انت تعاجل. واضح اخواننا؟ فالله يملكنا تماما اضجاعا هكذا كما تملك. فلما قال لابراهيم نكتب شغل الان، لما امر ابراهيم ان يذبح ابنه كان فيها علم عظيم، تتم الملة في الذبح، بالذبح مين؟ ابنه. لاحظ وفرعون يذبح ابنائه، طب الله لا ابن له، شو بده يقول لا اله الا هو؟ كان في علم عظيم، دير بالك في علم عظيم جدا تتم الملة فيه. فانت لما يوم النحر يوم الحج الاكبر شو بيتم وين؟ لاحظ اي لما وطأ لاحظ فنحر وذبح، هذا كله أن لا إله إلا الله. فإذا أنت ما دخلت هذه المناسك والشعائر أنت يعني شميت ريحة الحج وروحت. واضح أخواننا؟ هذا يوم الحج الأكبر. ولكن كنا بدنا ممن يعلم أنه إذا دخلت الثامن أعلم أنه ثمانية الأنعام، وأنه تروية الماء، وأنه كلمة سر الدين، وعرفت أن لا إله إلا الله والحج الأكبر وطئا لاحظ وملكا، أن الله يملك كما ملك. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. لاحظ طلع شو اعطيتك شو فعلت انت عندي الاصل كذلك، الا ترفع عينك بربك، مش هيك انا اعطيتك انت اعطيني بعطيك. واضح اخوان؟ طيب هذه عندنا الحجة. الان احنا في عندنا الطواف، وهذه خطيرة جدا. لما نيجي نطوف بقول لك انت بتطوف عكس
يعني هذه اسمد كلمة سمعت في الدين. قال انا بطوف عكس. انت تعرف شو بتسمع لواحد لما واحد يحج وهو حاسس حاله عكس؟ انا بحج عكس فبضل حاسس حالي مشقلب حجيت وانا استنى وشو القياس؟ ساعة بيج بن يعني؟ مش فاهم ايش اصدق بالساعة؟ هي امتى عمر الساعة؟ 200 يا سيد الشيخ. البيت يوم خلق الله السماوات والارض، لاحظ هلا صارت الساعة، لاحظ الا الاصل نسير نقول الساعة اللي احدثها الناس تتحرك عكس طواف البيت فهي العوج. ولما يصير للمسلمين دولة الاصل ان تعدل الساعة وتصير الطوف كالبيت. طيب برضو بضل السؤال هيك، انه بالفعل احنا لسه ما اتفقناش انه عكس، هو هذه الحركة الصحيحة، انما السؤال اللي فيها ليش اجعل البيت على يساري؟ شيء هي هو انت دعك من الساعة قبل ان تكون ساعة، ما كانش النبي يقول لهم بتطوفوا عكس الساعة، ولكن هذا ما حدا يقوله، هذا عيب. الساعة عوجة مش البيت، البيت هو نقطة القياس والارتكاز، واضح؟ انما السؤال بالفعل ليه اضعوه على يساري؟ ليه؟ ليش مش احنا كل شيء يمين؟ والابرك ان تعطيه يمينه، هذه برضو شقلبة. لا يا شيخ، لا يا شيخ، انت لا تعطي يمينك لانه هو جعلك على يمينه. مين نقطة الارتكاز، انت ولا البيت؟ ايتي بمحمد عليه الصلاة والسلام، واقف محمد، فلما نقول منقول على يمينه شوف ابو بكر وعلى يساره عمر، هلا مين اللي اشرف مكانة؟ طيب جميل، من بدون فارق هاي النبي هو وابو بكر على يمينه، اني ايد بتكون من ابو بكر جهة النبي لشمال مش ايه؟ لاحظ، لانه محمد هو القياس والارتكاز، فبتكون اذا انت على يمينه بتكون لشمال، انما حدد لي نقطة الارتكاز بعدين بتعرف اني الايد اللي بتكون. فاذا كان البيت انتبه هو نقطة القياس والركن في الارض، لاحظ انت على يمينه، فالله جعلك على يمين البيت مش انت حطيته عشمالك، هو الله طوفك على يمين البيت. واضح يا شيخ؟ فهمتوا؟ وهذه نعمة من الله انه بطوفك وجعلك على يمين البيت. واضح؟ انت واضح يا اخوانا؟ هو كونك تدور كل واحد، ولكن اللي راح يفرق ان ايدي لك. واضح يا اخوانا؟ واضح. جانب الطور الايمن. احسن. هلا انت لاحظت؟ هلا حددنا الطور، احسن، وجبنا موسى منه، لاحظ، بس موسى قد يقابل، بينما البيت كونه بدا طوف، يعني لو طاف موسى على البيت راح يطوف مثلا، لو فرضنا على الطور يطوف زي مكة، فعندنا الطواف. هلا السؤال قلنا ليه سبعة، لاحظ السؤال الثاني ليش طواف، ليه بطوف، ما معنى طواف؟ هلا في طواف وفي سعي، ولو ان الله قال في البقرة ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فهو كل طواف سعي وليس كل سعي طواف. واضح اخواننا؟ شو الفرق؟ السعي في عندنا حركة وفي عندنا سعي وفي عندنا طواف. الحركة سيدي الشيخ هذه الحركة، واحد حركة، انما السعي فيها همة وقصد، في هدف يعني. يأتينك سعية فاسعوا الى ذكر الله ثم ادبر يسعى، اللي هو فرعون كان بقصدر ولا مهتم ويعني ويريد شيئا؟ واضح، ايوه هذا السعي. طب الفرق بين الطواف انه حدد نقطة البدء والنهاية، الذي يسعى مش بالضرورة محدد نقطة بدء والنهاية، مش بالضرورة، لاحظ، بسعى من الى، بسعى في الطائح، بسعى الى اي ذكر لله، انما لا يكون طوافا حتى يكون هي اولها الى اخرها، من اولها الى اخرها. فلما الله قال، لاحظ، فاصبح فطاف عليها طائف من ربك، شو بتفهم؟ من اولها ما ترك شيئا، لاحظت؟ فطاف عليها طائف من ربك، يعني كلها محدد من اولها لاخرها لا يبقي شيئا، هذا فعل الطواف.
واضح اخواننا؟ انه احنا عندنا نقطة محددة من الى، لاحظ، نسعى بها طوافا بالهمة، ولكن نعلم متى البدء ومتى الانتهاء. هلا النقطة المهمة جدا برضو، لاحظ، ليه بطوف؟ احنا كل ما هو الطواف، ليه بطوف؟ انت وين بتطوف؟ في عرفة ها؟ ولا في ميناء؟ ولا عند المشعر الحرام؟ وين بتطوف؟ عند البيت. حددنا نقطة الارتكاز، هذا بيت من يا سيدي؟ بيت الرب. شو كنت جاي بدك من اولها؟ منافع لهم، مش جاي بدك منافع، مش جاي بدك بدنا نعطيك، مش هذا بدك اياه، مش هذا. طيب لاحظ، لما كان يطوف النبي بالبيت شو كان يقول؟ لبيك اللهم لا اله الا الله، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شايف شو بيطلب؟ آتنا، أعطيه في الدنيا وفي الآخرة. فهو هذا الطواف، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت عندك ابنك لما بده إياه شو يضل يلف حواليه؟ ولله المثل الأعلى، بده الشغلة شو بسوي؟ بضل يلف حواليه، بضل يلف حواليك، لاحظ، بضل يلف حواليك. احنا في العربية العامية بنقول بتحفتل، بتحفتل بحم حواليها أحسن، بضل يتحفتل، بضل يتحفتل حواليك بده إياه. فأنت لما تحدد النقطة سعيا هما، لاحظ، محدد من أولها لآخرها عند بيت الرب، شو بدي؟ بدي اللي قلت لك عنه، وانت قلت لي انه تعال وبعطيك، مش فاحنا جايين آتنا في الدنيا حسنة. فهذا وانا بطوف شو بدي؟ بدي من رب البيت اللي كشفته يميني انه انا ما في لي ثيابي وطعامي منك، فشو بدي؟ تعمل واعمل لي وسويني زي ما عمل، لاحظت؟ فهذا هو فعل الطواف، واضح بإذن الله. هلا السعي، السعي بين الصفا والمروة. مين سماها صفا ومروة؟ الله. شو الصفا والمروة؟ الصفا جمع صفات، واللي هو الصخرة الصلبة، والمروة كذلك، ولكن في فرق بينهما. النقطة المهمة في الأمر، الله عليه الصلاة والسلام لما كلمنا عن أمنا أم إسماعيل، قال لما فرغ منها من عندها نفد الماء والطعام، كانت تطلع من الصفا الى المروة، شيء، فهي قال فكانت تصعد عليها السلام الى الصفا من المروة سبع مرات، يعني كتير، اتفقنا. ولكن النقطة اللي بدي اقول لك اياها انه قال عليه الصلاة والسلام لما كانت تسعى، عايش كانت تبحث على الماء، لاحظ، فقال وذلك سعي الناس بينهما. فأنا لما رحت أسعى لازم أتحقق في قلبي، لاحظ، إنه هون الأصل عند البيت السعي على اعتباري، لاحظ، مطلب الرزق الأول اللي هو الماء. فسعينا من الصفا إلى المروة شو كان بيكون؟ إلى الماء. هلا ليه الله اختار إنه لما بدك تطلب الماء لازم يكون من صخرتين؟ الأصل من نبعتين، مش بدك ماء؟ تطلب الماء عند الصخر ولا عند النبع؟ هلا لما استسقى موسى لقومه فقلنا، لاحظ، افتح لهم البئر، شو قال؟ فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ما هي دي عصا؟ كانت آية الرب اللي هي، لاحظ، رب المرعى بنزل الماء، لاحظ. وبعدين لما موسى ضرب البحر أحاله يبسا حجر، لاحظ، فهلا موسى بده يخرج، هو لاحظ، فانفجرت منه كم عين؟ 12 عينا، والحج برضه في 12، هم هذول. والبقرة علم، لعلمك البقرة اللي فيها 12 عينا، نحن قلنا من قبله أن القرآن ماء بشواهد الحديث، أعلى حديث النبي الصحيح، مثل ما بعث الله من الهدى كمثل الغيث الكثير. هلا البقرة واحد على 12 من القرآن، كما يعني إذا بتمسك عدد كلماتها أو عدد صفحاتها إلى القرآن تطلع تقريبا 1 على 12. والقرآن ماء، والبقرة فيها 12 عينة، لاحظ، هي اللي ماسكها الماء. هلا بدنا نقوله انه الله، لاحظ، لو يعني خلاك تسعى بين بئرين انت بتفكر انه هاي الماء، بس انت لما تسعى يعني بدك، فلو كان موجود بس عارف اصلا، مظبوط، لو هو في بير ماء عينا معينا مكشوف ليش اسعى معي الماء؟
لاحظ لما بدك ماء ما هو ما فيش ماء، فناصل ان تبدأ من لاحظ عدم وجود الماء اللي هو الصفوان كما قاله الله في البقرة، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه، هذا الماء هو ما فيش عليه شيء، هذا الاصل لا ينبت ماء ولا كلا ولا يمسك شيء، من هون مخرج لك الماء مش من العين المعين. فالله الله من اين اتيك بالماء؟ ما تخافش، هو يخرج الماء من وين؟ من الحجر لا اله الا هو. لاحظ، فانت لما تسعى على اعتبار ما فيه، انما ما بخليك تسعى امام الكأس الملآن ماء. لاحظ، الاصل ان اتيك بعدم الماء ثم بقول لك اسعى حتى تعلم انني انا املك الماء. واضح اخوانا؟ حتى تعرف ما الماء اول شيء. هل قلنا هذا بيت الرب، البلدة شيء اسمها مكة، جميل، وقلنا العلم كله الماء والطعام والانعام، هذه كل العلة اللي هي النعمة. واضح اخوانا؟ وين جعل الله البيت؟ شو اسمها؟ مكة. هل مكة هي ام اسمع الام ليش سمعت ام، وفي عندنا مكة وفي عندنا كعبة، الكعب في العربية الناتئ كعبة هي، بس يعني في سورة المائدة ذكر الله الكعبة مرتين، واحدة جعل الله الكعبة والثانية بغسل وجوهكم الى الكعبين، فالكعبين هو يعني البارز، لاحظ البارز. وفي الواقع قال الله عن النساء وكواعب، الكواعب في الثدي للمرأة من الارضاع من الرضاعة. واضح اخواننا؟ ففي عندنا مكة اسمها، ومكة في العربية هو المص، اصل المك المص، وامتك الفصيل درع الناقة امه اذا لم يبت شيئا. واضح اخواننا؟ هذا ايش؟ هذا المك هو المص. واضح، هي ام القرى، وهذه كعبتها كثديها. حتى اول ما بنى ابراهيم البيت ما كانش يكد في سدحة، كان على ربوة، كان على ايه؟ كان على ربوة، وتجي عليها الكعبة كحلمة السد. واضح، هي ام القرى وهي المك المص، وعندنا سقاؤها وماؤها. لاحظ، هلا المرضعة اول ما يكون ولدها لبنها هو طعامه وشرابه، مش هيك؟ وزمزم طعاما وشراب، حديث النبي زمزم طعام طعم وشفاء سقم، والنبي ان الله بيقول انه هو يطعمني ويسقين واذا مرضت. فالله في هذا الماء لا اله الا هو جعل، لاحظ، الطعام والشفاء وكل شيء من الماء، وهذا خير ماء على وجه الارض كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل عندنا المك اللي هو المص، وعندنا ام القرى، وعندنا سقاؤها وكعبتها. لاحظ، فمن حج البيت رجع كيوم ولدته امه، فهذه ام القرى واصلنا واصل قيامة الناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مقوماتك كلها وين موجودة؟ في هذا هذا المك. طيب، ان اول بيت وضع للناس ده الذي ببك، ليه؟ هاي بكة وهاي مكة. قبل انتقل الى البك، الله ذكر مكة مرة واحدة في القرآن في سورة الفتح، قال وهو الذي كف ايديهم عنكم به بطن مكة. فلما ذكر مكة شو قال؟ بطن مكة، مش يوم القرى. فلما ذكر مكة ما ذكرها الا مع بطن. لاحظ، وهي كعبتها اللي عرفتوا شيء، كعبتها كالثدي، وهذا سقاؤها، واذا بتحج بترجع كيوم ولدتك امك. لاحظ، فعندنا بيت للرب، وهذه كيوم ولدتنا امنا. لاحظ، فلاحظ، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فهذا البيت كأنه بيت الاب والام لنا. لاحظ، فمن يقوم عليه؟ لاحظ، خيرا من الاب والام ربنا لا اله الا هو، خير من ابائنا وامهاتنا. هلا هذه المك. طيب البك، البك في العربية يا شيخ، ان اول بيت وضع للناس الذي بك ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه ايات بينات، مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا.
كاملا. البك في العربية الدق، البك الدق. فكيف كان بنقول ان اول بيت وضع للناس للذي للي دق دق، اي اول بيت، هذه واحد واحد، هذا اول بيت كان دقا مكينا. الثانية احنا قلنا انه علم الحج والدين على الطعام والامان، فالمك هي وفرت لك علم الايه؟ الطعام، والبك وفرت لك علم الامان. ليه؟ لانه بيقولوا انه سميت مكة لانها تدق اعناق الظالمين، تبك اعناق الظالمين. لما جاء اصحاب الفيل صار فيهم، ومن يرد فيه بالحاد بظلم شوف نذقه من عذاب اليم. فهذا البيت لاحظ بيت البك ما بتقدر تقرب عليه، امين لاحظ مكة بكة للطعام والامان. واضح اخواننا؟ ما هو الرمي؟ ما هو الرمي؟ اول شيء شاع بين عند الناس انه الرمي ليه؟ لابس. هو انه ناتي ما في صريح، يعني في رواية عن ابن عباس يرفعه، يعني لسه ابن عباس ما قال قال عليه الصلاة والسلام، يعني غريب لسه الحديث، ولو انه يعني بسند حسن او صحيح، انما ما في تصريح يعني صريح انه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كثير من العلماء توقف عندها، انه هو قال انه لما ابراهيم كان في حجه عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ في الارض. نفترض فرضا انه هو الشيطان المرمي، هذا واحد، انما الفعل لاحظ الرمي، احنا نسميه الرمي لاحظ. ففي عندنا الوقوف، في عندنا الاحرام، لاحظ في عندنا الطواف، في عندنا السعي، كل معنى يتحقق على المفردة اللي بدنا اياها، الطواف والسعي لاحظ والاحرام والوقوف والرمي. طيب الرمي وايش هو الرمي اصلا؟ ما هو الرمي؟ سمعت رمي في له محل في الدين؟ شو يعني؟ بقال الجهاد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أول دليل، إذا كان المرمي إبليس، أنت لما ترمي شو لازم تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعنة الله عليها الخبيث، مش هذا بصير؟ إنما شو الصحيح اللي بنقوله عن النبي؟ الله أكبر. فالرمي والله أكبر هذا إيش يا سيدي؟ إذا كان الإسلام ذروة سنامه الجهاد، كيف يغيب في ركن الدين الحج؟ كيف؟ أحسن. حديث النبي لما قال وأعدوا لهم الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. لاحظت؟ هلا شو اللي بده يصير؟ ليه الرمي؟ هلا إن أنا لما وقفت في عرفة إني ما فقط بدي أقول لله، الا انه انا يعني اؤمن بك رب، لا مش هذا كفيش هذا. طيب والالهه الاخرى اذا كان عندك استعداد فيها ايه؟ شو علاقتك مع الالهه الاخرى؟ عربها. ايوه يعني مش معنا اللي مش معنا ضدنا اللي مش معنا علينا. لاحظ الله لا يقبل انه انت يعني تجيب له شريك. مظبوط 99% انا يا رب 999 بالالف اشهد ان لا اله الا انت لا بس. لا ما في، لاحظت؟ انا اغنى الشركاء علي، الله قال لا اله الا هو. واضح اخواننا؟ فالان بيقول لك ماشي، انت اقريت انني انا ربك، طيب الآلهة الاخرى ما انا برب. انا بقاتل كل شيء من دونك، آلهة وطاغوتا واولياء طاغوت. لاحظ؟ فانا لما فعلت الرمي وقلت الله اكبر على اعتبار ما نقوله في الحرب، لاحظ، ليعلم ان لا اله الا الله. فالرمي كله تحقيق اننا لا نقول فقط ان الله هو ربنا، ولكن لا اله الا الله، ونقاتل كل ما امر الله به ان نقاتل. واضح اخواننا؟ واضح. الشيطان واحد منها، انما لما قال لا اله الا هو الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان. فالشيطان والطاغوت كله تحت عنوان الله اكبر ثم رميا. واضح يا اخواننا؟ احنا كل الذبح بسميه الله لا اله الا هو، لما ناخذ الانعام سميها الهدي، انك تهدي
الى البيت. فانت جاي عند ربك لا اله الا هو، جاي ويدك فاضية تماما، احنا كيف بنفعل؟ يعني جيت عند مولاك وسيد نعمتك رايح ويدك فاضية، لاحظت؟ فالاصل جينا شو سماها؟ هديا. تهديه يعني هدية الى البيت. هلا قال الهدية والقلائد، شو القلائد اصلا؟ قلائد يعني اذا رجعت في السنن، في كتب السنن، في مسند احمد، انه الصحابة لما كانوا يقلدون الانعام يعني بحط عليها قلادة حتى يعلم انه هذه لوين؟ للبيت، هذه للبيت. تعرف بايش كان يقلدها؟ بالنعل. تعرف النعل؟ لما شرحنا اني انا ربك فاخلع عليك، وقلنا انه يعني النعل في مكان الدين للي سمع الدرس بيقدر يرجع، اللي بسجله وبيسمعه بيقدر يرجع على موقعنا في الانترنت وبيسمع علم النعل، فبيفهم ليه عندنا الانعام والنعل هذا استئناسا. هاي الرمي، بقي التحليق. وقلنا يعني انت الامور كلها رميا وسعيا وطوافا صعب، وفيه جهد وجهاد. حتى الحديث الصحيح قال اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله، ثم قال جهاد في سبيل، قال ثم الحج المبرور. شوف الجهاد والحج، فالدين كله معقود، فكيف الحج يخلو منها؟ طيب هلا ليه انا بحلق او بقص الراس؟ يعني شو علاقة كل الامور الجاهدة مع واحد يعني يمكن ياخذ من شعراته؟ اسمعها من سورة الفتح ماذا قال. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، شوف، امنين محلقين، امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هاي شوف، امنين لا تخافون، شوف في النص. فهذه العلامة بدي اقول لك الله انه انت امن. لاحظ انت اخر شيء لما انت خلص، لما اخذت من شعراتك، لاحظ لما اجى واحد زارك ووصل عند البيت امتى بده يرتب حاله؟ يعني امتى بصير ياخذ من شعره؟ هذا ايش؟ طريض ولا امن؟ مستقر ولا لا؟ لاحظ، فمجرد ان تاخذ من الشعر، لما النبي بده يقول عن الطريض اللي انفلت له مستقر، قال كالرجل في السفر يطيل السفر، شوف اشعث اغبر. فوين المشكله؟ فلما تبدا تهذب من شعرك انه انت بطلت في السفر، انت صرت مستقر، حللت الان، تقدر الان توفض على الله طواف الافاضة والوداع ثم لاحظ. انما الامان وان كان، فاعلان الاستقرار والامان والحلول بعد الهدي والتخديم واية القبول، يقول لك الله انني قبلت، لاحظ، تصر او احلق، امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. في البقرة قال شوف، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، تعطيني بتحطها بعدين. ايوه، ما هو بقول يعني فين احصرتم؟ هذه العلاقة، انه انا مش قادر اوصل. ولا فان احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا او لاحظ، فاذا امنتم، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر، فمن لم يجد فصيامه، لاحظ، الامان وموجود الحلق عند الحصر والامان، فهو آية الحلول والاستقرار والقبول، انه خذ من شعرك، انت الان امن مستقر. وهذه وين بتكون؟ في الاخر باذن الله. واضح اخواننا؟ نعم، احسن. الحج اشهر المعلومات، تبدأ من شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة. ليه؟ مع انه انت لا تستطيع ان تحج الا من الثامن، هو يعني بداية الحج. انت لما بدك تزور ملك ولله المثل الاعلى، بيبدو يحضروا وبتبدأ المراسيم، انما في ساعة فلانية فقط تدخلوا فيها على الملك، انما قد تبدأ تحضر من وين؟ يعني ولله المثل الاعلى، لما يكون في عيد ميلاد ملك نبدأ نحضر له عيد الميلاد من شهرين في الراديو، مش هذا اللي بصير اخواننا؟ طيب كيف بيقول لي انه الله لا اله الا هو ميامل؟ لا، انت غاد تقدر تحضر وتبدأ بعد. وبعدين شوف سبحان الله، متى يبدأ الحج؟ ايام الحج بعد الصيام. نعم، يعني بعد رمضان الصيام تبدأ تروح لي على البيت.
لاحظ بعد تحديدي شهر الصيام تبدأ وين تتوجه. فواضح انه نتحرك احنا ايه بين الطعام طول الوقت على الطعام والنعمة والماء. اخواننا في ناس يقول لك على كل الدين طعام، والله اللي مش معجبه يتفضل عندي يومين ولا بدأ طعمي ولا لأمي وبدأ شو بدأ يسوي. دير بالك الناس بيسمع الطعام بيقول لك هذه بسيطة، لانه الدجال صرفنا عنها، الدجال صرفنا عنها. هل انا لو كان النبي جالس بيننا عليه الصلاة والسلام ويعلم، وقال لكم اخواننا في درس بده يستمر 3 ايام قاعدة واحدة، نقدرش مالنا ناكل ولو اللي بيتكلم النبي محمد عليه الصلاة، بدنا ناكل. واذا رأوا تجارة او لهوا فضوا لي وتركوك قائما، شو واصلش بدهم في التجارة وبيأكل. لاحظ هلا بدي انتقل بشكل سريع. فالحج كله يا اخواننا ليعلم ان لا اله الا الله على ما رزقنا من بهيمة الانعام والنعمة والأشوف بيت ورب ونعمة. هلا سورة براءة قال براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا، لاحظ، واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. فيوم الحج الاكبر شو قال الله؟ انه بريء من مين؟ فالحج كله ليه؟ على ان لا اله الا الله بنعمان يوم عرفة، فنعرفه أن لا إله إلا هو بالنعمة التي علينا، ثيابنا وكساؤنا وطعامنا. واضح أخوانا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إيش إحنا ننتهي التزموا ونستقبل. الله أكبر. فالحج على أن لا إله إلا الله بالنعمة والأنعام بنعمانا يوم عرفة، فعظموا الله وكبروه ومجدوه. السلام عليكم. Oh.